السلام عليكم خوتنا في هذا الفيديو الحصري. السلام عليكم الجزائريين الجزائريات وين ما كنتوا، ماذا بيا تبارطاجوا هذا الفيديو. مرحبا بكم في صفحة الحاج أحمد. نعطيكم هذا الخبر الرسمي، صار اليوم على 4 تاع الصباح. اليوم خوتنا على 4 تاع الصباح تم توقيف علي حداد في المركز الحدودي أم الطبول. كيفاش تم توقيفه؟ على 4 تاع الصباح كان في وسط الغاشي داير كاسكيطة كحلة، لابس سروال جين وداير كاشني مدرق روحو به. رجال الجمارك تفطنوا له، بلغوا رجال الامن، نسقوا بيناتهم وتم توقيفه. واش لقاو عنده؟ لقاو عنده 4500 اورو، ولقاو عنده 2 باسبورات باسمه، بلوس القش نتاعو سراويل ولا تقاشر حاشاكم والامور هذيك. هذو ماشي هذا خبر رسمي. هذا هو الشيء اللي لقاوه عند علي حداد في المركز الحدودي أم الطبول. كان رايح يخرج ويروح لتونس بطريقه تاع خزنه، فقولوا الديوانه بلغوا الامن حكمه. هذا هو الخبر الرسمي. اذا نحيوا خاوتنا الجمارك ونحيوا خاوتنا الامن على هذا التنسيق وعلى هذا النجاح، ويعطيهم الصحه. وعلى هذيك اللي قلت انا، عمرهم الجمركيين والامن في ذا الوقت لازم يبقوا في بلايصهم، وإلا كانوا يخدموا 8 سوايع يخدموا لنا 12 ساعة على جال الجزائر. عسوا لنا دراهم الشعب، عسوا لنا دراهم الشعب، الله يرحم والديكم. تحية لكم خاوتنا الجمارك وين ما كنتوا، تحية لكم خاوتنا الأمن وين ما كنتوا، وتحية كبيرة بزاف لخاوتنا أفراد الجيش الوطني الشعبي، وخاوة خاوة، وتحية للجزائر، تحية للجزائر. بارتاجي هذا الفيديو، خبر رسمي وخبر حصري. الأمر اللي جاء أنه علي حداد ما يخرج، الأمر اللي جاء أنه علي حداد ما يخرج. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.